يعني اكيد يعني انجاز كبير، 19 لقب اكيد ما جاش من فراغ زي ما حضراتكم شفتوا او سمعتوا في التقرير. 19 لقب على مدار او على تاريخ النادي الاهلي اكيد يعني عدد كبير وحاجه تشرف. يعني يمكن مروه يا مريم اجي لك، يعني كم لقب من ال 19 ليكي؟ انا لعبت 2 انديه عربيه وواحده انديه افريقيه. انديه عربيه بس ده أو يعني دي الثالثه تعتبر ليكي ولا الثانيه؟ دي الثانيه انديه عربيه. ثاني لقب. ثاني لقب ليكي. لسه مش واضح، احنا عايزين نبقى زي سيد لاشين 13 لقب لسه بنقول يا هادي. طيب يعني اكيد انتوا عرفتوا امتى تشتركوا في البطوله؟ يعني احنا كلعيبه لما كان يقول لنا والله احنا هنشارك في بطوله عربيه بنعرف قبلها بشهر بشهر ونص، عرفتوا امتى ان انتوا هتشاركوا في بطوله عربيه؟ احنا عرفنا حوالي قبلها بيمكن شهر شهر وشويه. وبدانا من ساعتها على طول ان احنا نستعد في التمرين ومعسكر في التمرين صبح وبالليل و جهزنا يعني للبطوله. يعني ما كانش فيه يعني قلق ان ممكن تتلغي زي السنه اللي فاتت، كانت ممكن تبقى ما يعني لاي سبب مثلا يقول لك لا مش هنشارك؟ يعني كنتوا بتمرنوا وعارفين ان اكيد هتتلعب، لانه ساعات زي السنه اللي فاتت قال لك لا مش هتتلعب. لا يمكن ما كانش فيها كلام كتير ان مثلا لا هتتلعب لا مش هتتلعب، لا كان على طول ان احنا جاهزين ان احنا نلعب الانديه العربيه فاستعدنا لها. يعني ما فيش اي حاجه قطعت الموضوع ده.